لأننا كنعيش في دولة بوليسية، دولة ديال البوليس. مطيشة ولينا كنشوفوها خويا في الإشهار، ما كنطيبوش بها وما نقدوش نوصلوها. أنا من الناس اللي ما غيشريوهاش. علاش؟ أما الثمن اللي كدير كيفوت المدخول اليومي ديال المواطن المغربي. لا جا بغا ياخذ مطيشة والبصلة، ما غاش ياخذ الزيت والسكر اللي مهمين، ما غاش يقدر يجيب لوليداتو ربعة ديال الدجاج. هادشي علاش أخويا دابا ما كناكلو لا مطيشة لا بصلة لا بطاطا لا حتى شي حاجة. دابا عايشين بالخبز واتاي، وماشي انا، جميع المواطنين. اما الناس كلها كتعاني من هذا المشكل ديال الغلاء في الاسعار. كانت الناس كتعيش باللوبيا والعدس، دابا ما يقدوش يوصلهم. العدس دابا ديال 14 درهم 15 درهم اليوم صار في السوق، صار ب 340 ريال. اللوبيا صابحه ب 20 درهم، الحمص صابحه ب 20 درهم. هادشي قبل ما رمضان، مع يوصل سيدنا رمضان ان شاء الله غادي يمكن ما نشربوا لا حريره لا والو هذا العام. هذا الفطره بالماء الحمد لله. علاش حنا قانعين في هذه البلاد، ولكن الناس اللي فيها اللي ما قانعينش. تنقول الحكومه الله يهديك، راك خديتي رزق العباد، راك خديتي حق المواطن. هذوك الناس اللي قالوا بغينا نعاونوا البلاد راهم ريبوها، راه خرجوا عليها. هذا المخطط الاخضر هو تدبير ديال سنوات باش يقتل المواطن، باش يعدموه. ان كان المواطن تيعاني. ملي كانت مطيشه تيبيع الفلاح الصغير بحالو، دابا ملي خادوها الناس الكبار ما بقاش يقد ياكل لا الفلاح الصغير ولا المواطن. علاش؟ ان الناس الكبار خداو السوق كامل، خلاو التاجر الصغير عا كيتفرج، دايروا معاه صوره عا كيهضروا به. كيخليو الناس اللي كياكلوا الرزق ديال العباد، وكيجيو التاجر الصغير اللي خداها من عندهم وحسبوها ليه باش بغاو، وجاو تيحاسبوا فيه ان راه غلى على المواطن. راه ماشي هو اللي مغلي على المواطن، راه انتوما اللي كليتوا رزق المواطن. ومن هذا المنبر كنقول لك يا استاذي ان هذا الشيء ما بقى ما يتقال فيه، هذا الشيء كنطلبوا الله اللي غياخذ الحق فيه. ان الناس الكبار اللي عارفين اش واقع في البلاد راهم ساكسين، خاصك تعرف على الساكسين، انهم كلهم عندهم يد في هذاك الشيء، مساهمين فيه وكياكلوه وكيجيو يمسحوا المواطنين بعضياتهم، الدرويش مع الدرويش يقول هو اللي غلى عليك، راه ما غلاش عليه، هذاك راه مشى للمارشي لقى الصندوق ديال المطيشه ب 5000 ريال، راه ما غايجيوش يبيعوا للمواطن 160 ريال ولا 140، خاصو يبيعوا له 300 ريال، حيت كان مسخر ليه. هما داك اللي باعوا ليه بالغلا راه ما شافو حتى واحد، راه تباع في السوق الاسود ولا كيقولوا له اسواق السوداء. مشى داز في الليل مع جوج ديال الليل مع الوحده، ما عنده لا راقب ولا حاسب الا الله سبحانه وتعالى. ومن هذا المنبر اخويا الله يكثر خيركم، اللي قدر على شي حاجه يقولها واللي ما قدرش يمشي مسكين يموت، حتى ما يجيب لي حتى واحد الخبر، ان الناس راه كتموت في الصمت. حنا اليوم خارجين باش نعبروا على السيء ديالنا من الوضع اللي وصل ليه الحال المعيش ديال المواطن المغربي بصفه عامه والبلالي بالاخص. حنا تقهرنا بالغلا صراحه، هاد الغلا اللي كاين هذا شحال هذا ما عمرو وصل ليه في تاريخ المغرب، رقم قياسي بالاخص مع هاد الحكومه المشؤومه. من نهار طلعت وحنا اللور اللور، المغرب كله غادي للوراء في جميع المجالات، لا في التعليم لا في الصحه لا في، جابوا لنا هاد المخطط ديال السجل الاجتماعي تا هو راه غادي بالناس الهلاك، الناس اللي تيمشيو للسبيطار ما تيلقاوش اللي ما تيلقاوش الرعايه التامه. الناس تتمشي خاصها تخلص باش يقضي الانسان الا عنده شي مشكل في المستشفى، مستعجلات ساده، سكانر خاسر. بالنسبه للغلا ديال الخضره ديال جميع المواد الاستهلاكيه، المواطن المغربي بالنسبه للصالير ديالو ولا الانسان اللي تيجيب القوت اليومي ديالو كيخدم نهار بنهار طالب معاشو، راه ما غاديش يساير الا بقات الامور على هذا الوضع هذا، راه لا يبشر بالخير. وهادشي كنحملوه المسؤوليه للحكومه اللي هي اللي وصلتنا لهذا الحال، اللي كتفرض ضرائب على المواطن وكتفرض ضرائب على السلع، وبانهم طالقين اللي عنده شي حاجه محتكره كيزيد فيها الثمن اللوبيات. راه ماشي معقول هادشي، خاصهم ضروري ينوضوا قبل فوات الاوان، يتحركوا ويحاولوا ما امكن يحاولوا يقضوا الامور ويرجعوا للمسائل النصاب ديالها. والغلا راه معروف شنو السبب ديالو، راه هو تصدير ديال السلع المنتوجات المحليه، الخضار والفواكه كتصدر لافريقيا وكتصدر لاوروبا. واش حنا درنا الاكتفاء الذاتي باش نصدروا؟ هادشي راه ماشي معقول.
خاصهم لابد ينوضوا يتحركوا ويحدوا من هذه المزالات. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.